هذا سائل يقول: أنا مسلم جديد ومن خارج هذه البلاد، يقول: علمت قبل قليل أن الذي رباني ليس بأبي الحقيقي وإنما تبناني، وعرفت أبي وهو من أصول عربية لكنه لا يصلي، فما حقوقه علي وما حقوق الذي رباني؟ والله هذه مسألة ترجع فيها إلى دار الإفتاء، تكتب سؤالك ترسله لدار الإفتاء وينظر فيه إن شاء الله. نعم.